مروج، في الحقيقة موسكو تعتزم معالجة هذه الأزمة مع المسبب الرئيسي ربما لها كما تراه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الدعم الذي تتلقاه عن طريقها السلطات في أوكرانيا. تريد موسكو خوض مفاوضات ومحادثات مع الجانب الأمريكي بهذا الخصوص لإسماع مخاوفها فيما يتعلق بضرورة عدم انضمام هذا البلد السوفيتي السابق إلى حلف شمال الأطلسي، لما ترى فيه موسكو نهجا مناوئا مناهضا ومعاديا لها، ليس فقط من الوجهة السياسية وإنما أيضا من الوجهة العسكرية والأمنية، لأنها ترى بأن أي بلد جديد يتم استقدامه وانضمامه إلى هذا الحلف سيتم تنصيب أنظمة صاروخية، أنظمة عسكرية ذات طابع هجومي في أغلبها، وترى موسكو أن هذا الطابع الهجومي موجه ضدها هي. لذلك فهي ترى أنه من الأهمية بمكان الآن الخوض في هذه المفاوضات والمحادثات مع الجانب الأمريكي ليستمع الجانبان الروسي والأمريكي إلى مخاوف بعضهما البعض فيما يتعلق بهذا البلد، فيما يتعلق باستراتيجية حلف شمال الأطلسي المستقبلية بعدم التوسع في أوكرانيا، بعدم التوسع في نطاق الفضاء السوفيتي السابق، وعدم تنصيب بنى عسكرية تحتية في هذه المناطق في هذه البلدان، لما تشكله من تهديد بالنسبة لروسيا. ترى روسيا نفسها مضطرة لأن ترد عليه بأنظمة عسكرية متطورة أيضا، وهو ربما ما أراده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال الرسالة التي وجهها اليوم ومن خلال الإعلان عن هذا الإطلاق الناجح وتوقيت هذا الإعلان. ربما يوجه رسالة مفادها أن روسيا لديها أنظمة عسكرية متطورة، لديها ما ترد به على أي مخاطر أمنية وعسكرية تسجلها بالقرب من حدودها. لكن فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، طبعا موسكو متمسكة بالأطر المعروفة والموجودة، اتفاقيات مينسك للسلام للتسوية السلمية في هذا البلد والسياسية أيضا، رباعية النورماندي، مجموعة الاتصال وغير ذلك مما يؤتي ثماره عبر التسوية السياسية.